كاتبين عيدها بلا سبع المهم. هي محاضرتين. لا لا. شو لو كل واحد 20 سلايدة. شد الأعضاء. احنا وقفنا، احنا خلصنا البرايمري سكس اورجن اللي هما التستس، تمام. هناخد بقى الاكسسوري جينيتال جلاندز. احنا قلنا عندنا ثلاثه، اول واحده اللي هي السمايلال فيزيكلز اللي هي دي، وبعدين عندي البروستات اللي هي دي اللي هي تحت اليورينري بلادر، وبعدين عندي البالبو يوريثرال جلاندز اللي بقول عليها الكونفرسال. دول ثلاثه كده. اول واحد السمايلال فيزيكلز. السمايلال فيزيكلز لما ناخد الاستراكشر بتاعها، ده الاستراكشر العادي، الوول بتاعها عباره عن ثلاث حاجات: ميوكوزا، ماسكيلوزا، وادفنتيشيا، تمام. طيب الميوكوزا بتاعتها عباره عن ايه؟ ابيثيليوم وكوريا. اي ميوكوزا عندنا ابيثيليوم وكوريا. طيب الابيثيليوم نوعه ايه؟ نوعه كولامينر او سودو ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم، ماشي كده؟ سودو ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم. والكوريوم كونكتيف تيشو عادي. الماسل لاير بس في حاجه بقى في الميوكوزا، الميوكوزا بتطلع كده، شايفين طالعه وعامله انستموزنج وبرانشنج، فاكرين بتاع الفالوبيان تيوب؟ اي حاجه شبهها كده، فيها فولدز كتيره جدا ومتداخلين مع بعض. فدي من احد الحاجات اللي بتميز السمايلال فيزيكلز ميوكوزا بتاعتها، انها بتكون برانشنج اند انستموزنج. الماسكيلوزا عباره عن طبقتين من المصل، واحده سيركولر اللي هي لجوه، وواحده لونجيتيودينال اللي هي لبره. وبعد كده طيب ايه الفانكشن بتاعتها بقى؟ الفانكشن بتاعتها كل الجلاندز دي بيبقى الهدف الرئيسي بتاعها نورشمنت اوف سبيرم. السبيرم طول ما هو معدي هي عماله تطلع فلويد علشان تغذي السبيرم، وعشان السبيرم يقدر ان هو يعوم فيه. فبالتالي بتسكريت فلويد، والفلويد ده شايفين الفلويد ريتش ان ايه؟ ريتش ان فروكتوز. فروكتوز دي يعني سكريات، عشان ايوه يقدر يتغذى. والبروستا جلاند. طيب البروستا جلاند، البروستا جلاند من الجلاندز المهمه جدا. دي عباره عن اكسوكراين جلاند، حوالي من 30 ل 50 كومباوند تيوبيولو الفلر جلاند. السايت بتاعها سراوند ذا فيرست بارت اوف ذا ميل يوريثرا. البلادر من عندي اليورينري بلادر، وهو نازل من البلادر اليوريثرا الفيرست بارت، تلاقي الفيرست بارت اوف ذا يوريثرا دي بتخترق او بتعدي من جوه البروستيت. البروستيت بقى حوالين اليوريثرا، متخيلين المنظر؟ طيب حلو اهو، زي الصوره كده يا بنات بالظبط. ادي البلادر اليورينري بلادر، وطالع منها الفيرست بارت اوف ذا يوريثرا اهو، معديه جوه مين؟ البروستيت. والبروستيت بتحوط عليها داير ميدون. ايه الفانكشن بتاعتها؟ برضو نورشمنت اوف ذا سبيرم، الكالاين تو نيوترلايز فاجينال اسيديتي. السبيرم ده شوفوا بقى، السبيرم ده داخل، عارف انه داخل عند مين؟ عند الفاجينا، والميديوم هناك اسيدك صح؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى وهو معدي، خلاص عدى وصل السبيرم، يقوم البروستيت مطلعه الكالاين فلويد. ليه؟ علشان يحافظ على الميديا الكالاين، وبالتالي لما يدخل عند الفاجينا الالكالينيتي دي تعادل الاسيديتي بتاعت الفاجينا، فما يموتش. لانه احيانا بتبقى الاسيديتي بتاعت الفاجينا عاليه جدا فبتموت السبرم كله. خلاص؟ طيب مليان كمان بالفروكتوز عشان النورشمنت، وحاجه اسمها فايبرينولايسين علشان ليكويفاي ذا سيم. والفايبرينولايسين ده لما بيقل، ها ساعات كده ما اعرفش انتوا عندكم خبره في الموضوع ده ولا لا، لو قريتوا السبيرم اناليسيس او تحليل السبيرم، مش ساعات يقول لك ايه؟ اصل هو عنده، يعني برضو
بتبان قوي في الناس اللي هم بيروحوا السيك فور ميديكال ادفايس عشان الولاده ان هو بيتاخروا في الانجاب فبيروحوا الكابلز هو بيعمل السبرم اناليسيس وهي بتعمل التحاليل. فساعات احيانا عند الرجاله بتبقى المشكله كلها ان اللزوجه عاليه يعني السبرم السائل اللي ماشي فيه لزج تقيل زي العسل كده. شفتوا العسل؟ لما باجي اكبه كده او الميه. فالمفروض هنا بقى بندي حاجه تدوب اللزوجه. هي الحاجه دي موجوده عنده طبيعيه جدا سبحان الله من البروست. البروست بتطلع ماده اسمها فايبرينولايسين علشان ليكويفاي ذا سيمن. السيمن نفسه يبقى سائل فبالتالي يقدر يعوم ويسبح براحته. الاستراكشر بتاع البروستات عباره عن ستروما وبارينكيما. حد قال حاجه؟ تهيؤات يعني؟ الاستروما عباره عن كبسول وترابيكيولي وريتيكولار ستروما زي اللي خدناها قبل كده تماما. الكبسول عباره عن تيك فايبروبلاستيك مليان بسموث ماسل فايبرز. ده الكبسول اهو اللي محوط عليه داير ميدو. نيجي بقى للترابيكيولي. الكبسول بيبعت فواصل كده او حواجز منه طالعه من الكبسول تيك كونكتيف تيشو سيبتا ارايزنج فروم دي كبسول بتبدا تقسم الجلاند الى فصوص صغيره لوبيولز ماشي. والسيبتا دي مليانه كمان بالسموث ماسل فايبرز وبتتجمع حوالين الوريثرا. شايفين الفتحه بقى اللي في نص البروستات دي؟ هتلاقوا فيه في شيب. هي المفروض دي معكوسه. المفروض هي لو اناتوميكال في الاناتوميكال بوزيشن المظبوط تبقى اليوريثرا انفيرتد في شيب. بس المهم انها على هيئه في شيب بقى مش مشكله. دي اللي في النص دي هي اليوريثرا. واليوريثرا لما بتعدي من البروستات بأطلق عليها كلمه بروستاتيك يوريثرا. يعني دي البروستات اللي معديه اليوريثرا اللي معديه في وسط البروستات ماشي كده؟ طيب الاستروما بقى اللي هي عامله لي الخلفيه بتاعه الاورجن اسمها ريتيكولار فايبرز او ريتيكولار استروما. ولو انتوا فاكرين الريتيكولار فايبرز او الريتيكولار استروما ما بشوفهاش. يعني انا ما اقدرش احط كده واقول لكم دي الريتيكولار استروما لانها ما بتبانش بالهيماتوكسيلوسين بتبان بالسيلفر بس. لو سبقت السيلفر بس بتبان لكن هي موجوده. طيب البروستات جلاند بقى البارينكيما بتاعتها عباره عن ايه؟ اولا البروستات جلاند كل السكريشنز بتاعتها اكسوكراين سكريشن. اكسوكراين يعني هيمشي في انابيب. وبالتالي الاستراكشر بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن اسيناين ودكت اللي هو بتاع الاكسوكراين جلاند ماشي؟ طيب البروستاتيك اسيناي دي بلاقيها مترتبه. اولا قبل ما نشوف ترتيبها البروستاتيك اسيناي اللي هي السكريتوري يونت اللي هي هتسكريت الفلويد والحاجات اللي بتطلع منها دي عباره عن ايه؟ لايند باي سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم. كولامنر او كولامنر بس او كيوبيكال ابيثيليوم. يعني انا عندي الثلاث انواع دول ممكن ان هو يلاين الاسيناي بتاعتي يا كيوبيكال يا تعلى شويه تبقى كولامنر يا تعلى شويه بزياده تبقى سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم. في الاولد ايج مع الاولد ايج كل ما العمر بيزيد بيحصل ايه؟ بيحصل ان البروستاتيك سكريشن ده يتجمع. يعني هو زياده في العمر ليه بيحصل؟ علشان الاكتيفيتي نفسها بتقل او السكشوال ماتيوريتي كمان بتاعت الاولد ايج بتبقى اقل من اللي هم اليونج ايج. فبالتالي السكريشنز بتتجمع في الليومن ها اللي هو عباره عن جلايكو بروتينز. وبمرور الوقت وان السكريشنز دي ما بتمشيش فبتبقى كالسيفايد تنشف كده يحصل عليها ترسيبات كالسيه وتبقى عامله زي ايه بقعه حمراء كده. ابص الاقي الاسيناي مدوره واجي في الليومن في زي حاجه كده حمراء بقعه حمراء في النص. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها كوربورا اميليشيا. اسمها كوربورا اميليشيا ما حدش ينساه. كان في سؤال شفوي زمان كده بيعقد العيال كنت افتكر يعني دكتور كده عندنا ما شاء الله كان يدخل اول سؤال يساله للعيال ايه انواع الكوربورا اللي في جسمنا؟ كلمه كوربورا دي والعيل بقى يقعد يجمع احنا واخدين ايه؟ ما هو كوربورا دي جمع كوربس. مش احنا واخدين كوربس ليوتيوم وكوربس البيكنز ودلوقتي هناخد اهي كوربورا اميليشيا؟ ما هي دي كوربس
وفي كمان كربوره في البرين وفي كمان كربوره هناخدها دلوقتي في البينس. كانوا فاكر كده كانوا 10، فكان يقعد الطالب يقعد يقول له كذا كذا، يقول له ايه كمان، وتخلص اللجنه وهو عمال يقول له كمان، عايز يجيبهم ال10. كان مفترس صراحه، ربنا يسامحه بقى، مش مهم. يلا ما بقاش فيه لجنه شفوي دلوقتي. الاسيناين دي تترتب او تترص ازاي؟ ورصتها دي يا بنات مهمه قوي. الاسيناين بتترتب في ثلاث جروبس. اول حاجه ادي البروستات، تمام؟ في النص في مين؟ في اليوريثرا. حلو؟ اول جروب تترص عندي تترص حوالين اليوريثرا، يبقى في اسيناين داير ما يدور حوالين اليوريثرا، دي بقول عليها ميوكوزال اسيناين. يبقى الميوكوزال اسيناين دي بتكون صغيره، يعني الاسيناين بتكون صغيره ولاي ان بيري يوريثرال تيشو. يعني ايه؟ يعني لف بيري يعني حول، يبقى داير ما يدور حوالين اليوريثرا، وبتفتح دايركتلي باي سمول داكتس ان بروستاتيك يوريثرا. يعني ايه؟ على طول على اليوريثرا تروح فاتحه بسمول داكت مباشر. بعد كده دي بنقول عليها ميوكوزا، يبقى الميوكوزا اللي هي حوالين اليوريثرا، خلاص. بعدها على طول تيجي النوع الثاني اللي هو بعد الميوكوزا، فاقول عليها سب ميوكوزا، تحت الميوكوزا، سب ميوكوزا الاسيناي. ودي اللير الثانيه، دي بتكون خلاص مكانها بعد الميوكوزا او تحتها، ودي اكبر شويه، تمام؟ وبتفتح على اليوريثرال ساينس بتو سيبريت داكت. يعني اهي ادي فين بقى دول اللي في النص دول بيفتحوا، ادي اهي داكت تفتح كده وداكت ثانيه تجمع وتوصل على اليوريثرا، فاهمين؟ يبقى ليها تو سيبريت داكت. ثالث اسيناي ودول الكبار قوي بيبقوا بنقول عليهم المين اسيناي، ودول على بره اهو رقم ثلاثه اللي هي على بره، اللي بره دول كلهم اللي هم المين اسيناي، دول كبار قوي، موست نيوميروس، لاي ات ذا بريفري اوف ذا لوبيول، بعاد خالص، الدكتس بتاعتهم بتفتح على البوستيريور مارجن بتاعه اليوريثرا. في البروستات دي فيها امراض ومشاكل كتيره قوي. تبص تلاقي ايه وانت قاعده في الاستقبال كده، اللي بيكي ولا عليكي، داخل عليكي واحد اولد ايج، اولد ايج يعني عنده مثلا 70 سنه، وداخل حرفيا هتشوفيه كده في العيادة في الاستقبال بيعيط عياط يعني. بيشتكي من ايه بقى؟ ان هو بقاله كام يوم مش بيدخل الحمام، ما بيعملش يورينيشن حرفيا، ما بيعملش. والموضوع ده يا جماعه فيري بينفول، بينفول تخلي اي حد يعيط فعلا. انا بقول لكم على البيكتشر بالظبط. حلو؟ داخل عليك الطوارئ بيعمل كده. طبعا العيان ده بتعملي له ايه في حالتها دي؟ امرجنسي، بتركب له كاتتر او كاتتر وبينزل اليورين كله، واحنا بندخل الكاتتر بنعمل عمليه زي توسيع، نبدا زي نوسع كده في اليوريثرا بالكاتتر، والعيان ده بيرتاح جدا بعدها وبيروح، وانت بتعملي له اشورنس وبتطمنيه على الاخر وما تقلقش، ودي حاجه بسيطه مع انه كان داخل لك بيعيط. حلو؟ الصوره الثانيه بقى واحد رايح عياده بيشتكي من اي حاجه ثانيه، والدكتور قيس فجاه بيعمل سونار كده لقى انه البروستات كبيره، وهو قال لك اه ده انا متخيل ان هي متضخمه بس ما بشتكيش من حاجه. ده بقى تخافي منه، ده تخافي منه، ده تروحي رايحه عامله له اول حاجه تيومر ماركرز على طول كده. ايه اللي بيحصل يا بنات؟ انا في عندي تو كونديشنز كلينيكالي مهمين قوي في البروستات. اول حاجه البيناين بروستاتيك سندروم ده اللي هي اسمها مش عارفه اسمها ايه، ايوه هايبرتروفي، انها تكبر، هي متضخمه بس دي بيناين. ليه هي بيناين؟ وليه هي الراجل جاي بيعيط؟ لان هي بتاثر على الميوكوزال جروب. البيناين دي دايما تيجي انه اللي يكبر عندي الميوكوزال جروب، حتى تضخم البروستات ما بيبقاش قوي لانها بتيجي في الميوكوزال جروب. المشكله كلها عندي انه الميوكوزال جروب دول داير ما يدور حوالين مين؟ فلما يكبروا يروحوا مقفلين مين؟ اليوريثرا.
يجي difficulty in urination، يجي يشتكي difficulty in urination، والحالة دي حالة benign، عشان كده انت بتطمني العيان وبتدي زي حاجة supportive treatment ومفيش اي مشكلة. المصيبة التانية بقى الكانسر. الكانسر ما يجيش في الميكوزة، يجي في المين جروب اللي برا، فالعيان ما بيشتكيش من حاجة. حتى دول لما يتضخموا وهم بعاد عن اليورين، اليورين زي الفل، مش هيجي، مش هتشوفيه في البداية لان هو مش هيجي يشتكي. فاهمين يا بنات؟ يبقى الكونديشن بتاعه البيناين بروستاتيك هايبرتروفي دي بتيجي فين؟ بتيجي في الميوكوزال والسب ميوكوزال جلاندز. السكند موست كومن فورم اوف كانسر ان مين هي الادينوكارسينوما بتاعه البروستاتا، ودي تقريبا حوالي 30% من الرجاله عند عمر 75 سنه، ودي بتأفكت مينلي المين جروبس اللي هي بره. في الحاله دي انا اعمل البلاد تيست علشان اشوف الماركرز زي البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، ماشي، عشان اقدر اعرف ان ده فعلا كانسر. هنعمل الماركرز ده هنلاقيه عادي. خلاص يا بنات. طيب البالبو يوريثرال جلاندز او الكوبرز جلاندز موجودين اتنين صغيرين كده، هما اتنين صغيرين عند بدايه الممبرينس يوريثرا، يعني على اليوريثرا وهي طالعه من البروستا. يبقى انا دلوقتي السيمينال فيزيكلز بيفتح على الفاز، وبعد بيطلع فلويدز، وبعد كده دخلت جوه اليوريثرا البروستاتيك يوريثرا، حطيت فيها كبيت فيها الفلويد بتاعه الايه البروستا بالمواصفات بتاعته. بعد كده دخلت على الكوبر وهي طالعه من اليوريثرا. انتوا خلوا بالكم ان السبرم بيمشي مع بيطلع مع اليوريثرا، الاثنين بيطلعوا من ذا سيم بارت غير الفيميل. الفيميل الفاجينا لوحدها واليوريثرا لوحدها، تمام. طيب وانا طالعه بقى من البروستات طلع عندي مين؟ اليوريثرا هنا اسمها ممبرينس يوريثرا، يفتح عليها الضغط بتاعه الكوبرز جلاند، ماشي كده. دي كومباوند تيوبيو انجلر جلاندز عباره عن ستروما وبارينكيما. الاستروما عباره عن كونكتيف تيشو كبسول وشويه سبته كده بيقسموها لي الى لوبس ولوبيولز. البارينكيما عباره عن شويه اسيناي لايند باي سمبل سكويوس كيوبيكال او كولامنر ابيثيليوم، ماشي. والدكت بتفتح على البينايل يوريثرا اللي هي اليوريثرا اللي داخله على البينس. بعد كده الفانكشن بتطلع لي الكالاين بري ايجاكيوليشن ميوكس لايك فلويد، تمام. طبعا هنا بقى الهدف الرئيسي بتاعي ايه؟ انا خلاص ده انا قربت، صح، انا قربت بقى من الخروج، يعني السبرم طالع كده قرب من الخروج. انتوا خدتوا لي بالكم انا بعمل له نيوتريشن وبعد كده بحط له حاجات عشان تخلي لي كويفايد فيقدر يعوم، ودلوقتي بحط له حاجات ميوكس لايك فلويد ليه؟ عشان لوبريكيشن، يعرف بقى يتزحلق كده وينزل بسهوله، ما يبقاش فيه عوائق. يبقى بالتالي كل ده بقى انا بقى ساهم فيه انه السبرم يبقى مور كاباسيتيتد. فاكرين الجمله اللي قلناها الغريبه دي؟ طيب بعد كده عندي الجينيتال دكت. الدكتس عندي دكتس كتيره قوي. الدكتس دي بقى اللي هتنقل السبرم، اللي هي طالعه من التستس، يعني التستس هتاخد السبرم في انابيب لغايه لما توصله لليوريثرا. الانابيب دي في بعض منها داخل التستس، فاقول عليها انترا تستيكولار دكت، اهي جوه التستس، اللي هما اثنين التيوبيولي ريكتي اللي هي السيمينيفرس تيوبيولز الاربعه يطلعوا لي ستريت دكت كده اسمها تيوبيولي ريكتي. خلاص التيوبيولي ريكتي دي تدي شبكه من الدكتس هنا اسمها الريت تيستس. الاثنين دول واحد واثنين دول بقولوا عليهم انترا تستيكولار عشان دول موجودين جوه التيستس. التيوبيولي او الريت تيستس دي تدي مين؟ تدي اللي بره اللي هي الفازا افيرنشيا والابيديديمس، اهو الفازا افيرنشيا رقم ثلاثه، وبعدين تدي للابيديديمس، ودي انبوبه طويله ومعروجه جدا زي ما احنا شايفينها كده. وبعدين الابيديديمس ده يديني انبوبه طويله كده تلف وتطلع تدخل على الابدومن اسمها فاز ديفرنس، تدخل في السبرماتيك كورد ده مع فتحه كده في عندكم بقى في الاناتومي، ها، تسيب بره وتدخل على جوه، خلاص، وتبدا تفتح على الايجاكيولاتوري داكت
ومنها تفتح على الميل يوريثرا. اهو ادي الفاز فتح على الاجاكيولاتوري داكت، الداكت فتحت على الميل يوريثرا. كل دول انابيب بقول عليها جينيتال داكتس. اول حاجه التيوبيول ريكتا قلنا خط مستقيم شورت ستريت، ودي اللي بتستقبل السبرم وهو طالع من السيمينيفرس تيوبولز. طيب لايند باي طول كولامنر سيرتولي سيلز تمام. بعد كده الريد تيستس دول شبكه شبكه خلاص اهي دي الريد تيستس، يبقى دي الصغننه القصننه دي الستريت اللي هي التيوبيول ريكتا فتحت على شبكه نارو برانش اناستوموز، وتعمل لي زي ريتيكولم عند الميديا ستايل ديستس تمام. دي بقول عليها ريد تيستس. ولايند باي لو كيوبيكال ابيثيليوم. نيجي بعد كده للفازا افرنشي، دول عباره عن سمول تيوبيولز كتيره اهم، دول كده الفازا افرنشي اهم، ادي الريد تيستس ودول الفازا افرنشي. Become convoluted to form the head of epididymis. ادي الابيديدمس اهو، ودي زي الراس بتاعته كده. اللايننج فينستريتد او فيستوند ابيثيليوم. ليه فيستوند ابيثيليوم بقى؟ لان انا الابيثيليوم بتاعها اللي مغطيها اللايننج ابيثيليوم شويه عليين، يعني شويه كولامنر وشويه وطين كيوبيكال، شويه كولامنر وشويه وطين، فتعمل لي زي عارفين عارفين كلمه فيستونز؟ هي دي كلمه مش مشهوره عندكم؟ الفستونز اللي هو بيبقى عامل كده، بنقول فستونات فستونات عندنا، اصل دي كلمه عندنا دارجه. الفستونز اللي هي عامله كده زي تعاليم، فلما اجي ابص على الميثيليا بلاقي فيه عندي حاجات كولامنر وحاجات قصيره، حاجات عاليه وحاجات قصيره، فبقى عامل لي كده. واضحه يا بنات؟ واضحه. دي كلمه فستونز اهي. الابيثيليوم فيه عالي وفيه واطي. العالي ده اللي هو الهاي كولامنر، ده عشان يحرك وعليه سيلي علشان يحرك النون موتايل سبيرم. احنا قلنا في الاول مفيش سوائل، فبالتالي مش عارف يتحرك، فلازم اساعده شويه بشويه سيلي. طيب والثانيه النون سيليتد علشان تعمل ابزوربشن للتستيكولار فلويد. طيب الابيديدمس لونج هايلي تورشوس تيوبيول، ده 6 متر 6 متر، احطهم في الحته دي ازاي؟ حته صغيره قد كده، احط فيها 6 متر ازاي؟ يبقى لازم ايه؟ الفهم على بعض. فيبقى بالتالي تورشوس تيوبيول. لايند باي سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم ويز ستيريوسيليوم. فاكرين الستيريوسيليوم؟ اللي هي بتاعت لما كنا بناخدها زمان، كان ليها صوره عندنا وكنا نقول المثال بتاعها موجوده في الابيديدمس. ده انتوا الذاكره ممحيه. يعني مش مثلا ناسيين، ده انتوا ايه ايه طب ايه الحاجات الغريبه اللي انتوا بتقولوها دي؟ يعني كما لو كنتوا بتسمعوا الكلام دي اول مره. ما علينا، ارجعوا افتحوا. الا احس كده خدناها سيريوس. خلاص يا دكتوره اللي فات مات. مالوف لي اسمه. هو كده احنا ماشيين بمبدا اللي فات مات. المهم هي لايند باي سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم والستيريوسيليوم، والستيريوسيليا دي عباره عن لونج مايكرو فيلاي. الستيريو هنا الستيريوسيليا هدفها ان هي بتفاسيليتيت الترانسبورتيشن اوف ذا سكريشن من السيل تو ذا لومن، وفاسيليتيت الابسوربشن اوف سيتوبلازميك فراجمنتس ريزلتنج فروم سبرميوجينيسيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الستيريوسيليا هنا، هي الستيريوسيليا هنا على فكره مش بتتحرك، هي لونج مايكرو فيلاي، فبالتالي كل هدفها ان هي تنقل السكريشنز، بيبقى هدفها اكتر ابسوربشن اكتر. يعني ده نوع من انواع المايكرو فيلاي، فالمايكرو فيلاي بتبقى فور ابسوربشن نوت فور موفينج. ماشي كده؟ طيب عباره عن ايه كمان؟ عباره عن مليانه بالباس فيسلز، فيسلز كونكتيف تيشو مليان بالفيسلز والسموث ماسل. والسموث ماسلز هنا دلوقتي هتلاقوها بتلعب رول مهم قوي حالا، يعني هتبصوا ده هي طول ما احنا طالعين فوق عماله بتزيد. الابيديدمس زي ما اتفقنا بيبدا يطلع بدايه السكريشنز بتاعتي، فبيطلع لي جليسرول فوسفوكولين اند جلايكوبروتين، ودول مهمين جدا للكابسيتيشن اللي قلنا بدايه الكابسيتيشن اللي هو بدايه تاهيل السبرم ان هو يبقى قادر على ان هو فيرتلايز الاوفر. بتبدا في الابيديدمس بتبدا في الابيديدمس، وبعد كده كل ما اطلع اضيف حاجه. طيب كمان عنده القدره ان هو يعمل لو في بواقي من الريزيديوال بادز بتاعه
السبرم ده، يعني السبرم ده انفصل عن السيرتولي وكان في حته زايده مثلا عنه، وارد يعني سيتوبلازم البروسيس زايد كده ريزيديوال بادي عنه لسه ما اتظبطش قوي واتفصل، حصل له انفصال. الستيريوسيليا هنا هي تقدر تشيل الزيادات دي وتعمل لها فاجوسايتوزيس، يخزن السبرم عنده في مخزون سبرم جامد وما حصلش سيكشوال انتركورس عشان يطلع السبرم ده بره، يبقى بالتالي يعتبر زي مخزن خليك قاعد في الابيديدمس. ماشي، ديسشارج اوف ذا سبرم انتو فاز ديفرنس ديورينج ايجاكيوليشن، فاثناء الانتركورس خلاص، فاثناء الايجاكيوليشن، والايجاكيوليشن دي بتكون قبضه قويه جدا من المصل، فبالتالي بتضغط على الفاز زي ما تقولوا تعصره تطلع كل السبرم اللي جوه كميات مهوله. يبقى لو انا مفيش سيكشوال انتركورس يبقى هتقعد مخزن، لو في فعلا ايجاكيوليشن يبقى اطلع اعمل ديسشارج. طيب الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس بقى الانبوبه الطويله اهي اهي اهو بتطلع بتدخل الابدومين من السوبرفيشال انجوينال رينج. انا افتكر انجوينال رينج دي ازاي؟ دي اناتومي المفروض انتوا تبقوا عارفين. طب ما قلتوش ليه؟ مش انا قلت لكم بتسيب اللي بره وتدخل كده في قناه جوه عشان تعدي للابدومين؟ طب انا مش فاكراها، انتوا تردوا عليا تقولوا يا دكتوره اسمها رينج. انا هفتن بتوع الاناتومي ولا بلاش الباز ديفرنس بيبدا من عند السكروتم من اول الابيديدمس ويبدا يطلع لفوق ياخد طريقه بقى مع السبرماتيك كور ويجوين الضغط بتاعه السيمينال فيزيكلز ويعمل لي الايجاكيولاتوري ضغط. الباز ده حاجه في منتهى الصغر، حبل صغير جدا جدا جدا، عنده اليومن بس عنده حته دين مصل يعني قوية جدا. المول بتاعه تقريبا المول بتاعه يعني هو كل المول عبارة عن مصل سموث مصل فايبرز. ماشي اهي ثيك وول اند فيري نارو ليومن. ايه الفانكشن بقى؟ الفانكشن ان هو في اثناء الايجاكيوليشن المصل دي بتروح تعمل كونتراكشن عظيم جدا لدرجة ان الكونتراكشن ده بقول لكم بيبقى عامل زي ما بيعصر كده الباز، يروح مطلع كل السبرماتوزوا يدخلها في الايجاكيولاتوري داكت. ماشي كده؟ طيب الباز ديفرنس الميكوزا بتاعته هو عباره عن ميكوزا ماسكيلوزا ادفنتيشيا. الميكوزا سودو ستراتيفايد كولامنا وديستيريوسيليا، ها؟ ودايما ممكن نلاقي في النص هنا شويه سبيرم، نلاقي شعر كده. يعني دي مرسومه بالايد على فكره. لو الشريحه الاصليه ممكن نلاقي في اليومن شعر كده متكعبش على بعضه، ده السبرم. السبرم قاعد جوه اليومن. لاين دي سودو ستراتيفايد كولامنا الاثيليوم والستيريوسيليا، تحتها شويه كونكتيف تيشو. الماسكيلوزا فيري فيري ثيك، فيري ثيك ماسكيلوزا. ايه الرومتيد؟ بصوا المصل قد ايه؟ تقريبا الول كله عباره عن مصل. خلاص؟ ايه اللونجيتيودينال ميدل سيركلر اوتر لونجيتيودينال لايرز، وبعدين طبقه بسيطه جدا من الادفنتيشن. طيب الايجاكيولاتوري داكت بقى اهي، ادي الباز قابل الداكت اللي طالعه من السيمينال فيزيكلز، فتحوا الاثنين على بعض على الايجاكيولاتوري داكت، دخلت الايجاكيولاتوري داكت فتحت في اليوريثرا بتاعه البروستات اللي هي جوه البروستات. يبقى فورمد باي فيوجن اوف باز ديفرنس اند سيمينال فيزيكلز، اهو اتحدوا الاثنين مع بعض عملوا لي الايجاكيولاتوري داكت. اللاين ابيثيليوم بتاعتها سمبل كولامنر او سودو ستراتيفايد كولامنر. الميل يوريثرا، الميل يوريثرا احنا كده فاضل لنا اليوريثرا والبينس. ماشي، عشان بس الناس اللي عارفه انكم زهقتوا والله حقكم عليا، بس والله غصب عني عشان حاسه ان انتوا زهقتوا يعني، فبديكم بس امل على غير العاد، على غير العاد شعاع بسيط من الموس فاضل لنا اليوريثرا والبينس. اليوريثرا الميل يوريثرا بتتميز على عكس الفيميل بتاعت الفيميل شورت يوريثرا، لكن الميل يوريثرا طويله جدا. يعني هي طلعت من اليورينري بلاد عدت على البروستا، طلعت من البروستا مشيت في البين، ففيري لونج حوالي 20 سنتي، وبعدين احنا بنتكلم في السنتي، فبالتالي طويله جدا. على وبعدين كمان فيها حاجه ثانيه بتكوندكت اليورين والسيمينال فلويد اوتسايد ذا بودي،
يعني الاثنين السبرم واليوريت بيطلعوا من ذا سيم سايت اللي هو اليوريترا. عندها ثلاث اجزاء: البروستاتيك يوريترا، ممبرينس يوريترا، بينايل يوريترا. بروستاتيك يوريترا وهي معديه جوه البروستات، ممبرينس وهي طالعه من البروستات دخلت جوه البينس بقى اسمها بينايل يوريترا. اهي اللي عليها نجمه حمراء دي اللي هي البروستاتيك، وحواليها البروستات. اللي عليها نجمه زرقاء بعد ما طلعت من البروستات. اللي عليها نجمه صفراء اللي هي وهي ماشيه جوه البينس. ماشي يا بنات؟ ماشي. طيب البروستاتيك يوريترا تطلع من البلادر نيك وبتعدي جوه البروستات. بصوا على هيئه في شيب، ده هو ده الاناتوميكال بوزيشن المظبوط. فبتبقى انفيرتد في شيب سراوندد باي شويه سموس مصر عشان يعملوا لي الانترنال يوريترال سفنكتر. اللايننج ابيثيليوم طول ما انا على البروكسيمال هي ترانزيشنال ابيثيليوم، واخده كانها لسه مش مركزه، كانها تبع اليورينال. ماشي؟ طول ما انا فوق فهي تبع اليورينال ترانزيشنال ابيثيليوم. اول ما انزل تحت يبقى هي سودو ستراتيفايد كولامنر، هيتغير دلوقتي سودو ستراتيفايد كولامنر. ده بالنسبه للبروستاتيك. الممبرينس طلعت بره خلاص، لايز ويذن ذا يوروجينيتال دايفرام سراوند باي شويه مصر برضو عشان يعملوا لي هنا الاكسترنال يوريترال سفنكتر. اللايننج خلاص بدات ايه؟ انا كنت سودو ستراتيفايد، لا هبقى ستراتيفايد كولامنر. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم من حاجه؟ ببدا اخد شكل الايه؟ ان انا هطلع بره، لان في الاخر هتبقى ستراتيفايد سكويرز. ماشي؟ ستراتيفايد كولامنر. بعد كده الميل يوريترا اللي هي البينايل يوريترا وهي معديه في البينس، بتعدي فين؟ في البينس. البينس كمان عنده كربوره، فاكرين الكربوره بتاعت الامتحان الشفوي؟ اهو البينس بقى عنده ثلاثه كربوره، اثنين فوق وواحده تحت كده اسمها كوربس سبونجيوزا. الكوربس سبونجيوزا ده هو ده اللي بتمشي فيه اليوريترا. يبقى اليوريترا مالهاش دعوه بالاثنين اللي فوق. الاثنين اللي فوق دول هدفهم حاجه ثانيه هقول لكم عليها. اللي تحت ده هو ده اللي بيعدي منه اليوريترا اللي هي الكوربس سبونجيوزا. طيب الابيثيليوم والله فوق هتبقى ستراتيفايد كولامنر، قربت من على السطح بقى هتبقى ستراتيفايد سكويرز. ماشي يا بنات؟ ماشي. البينس، البينس هو الاوبيولاتوري اورجان وهو عنده روت وبادي، يعني عنده روت داخل الجسم وعنده بادي اوتسايد الايه؟ الجسم. بيتكون من ايه الروت؟ بيتكون من بالب اوف بينس، البالب اوف بينس والرايت اند ليفت. ايه كروره؟ والله ما اعرف. ما علينا، مش مشكله، مش مشكله للروت ده خالص. البادي هو اللي مهم بقى. البادي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث دوائر زي ما احنا شايفين كده، او شايفين العينين والبق دول، هم دول الايه؟ البادي بتاع البينس. البادي ده عباره عن ايه؟ الثلاث دوائر دول بنقول عليهم كربوره. كربوره على فكره يعني زي ده. ماشي؟ طيب الاثنين دول اسمهم كوربورا كافيرنوزا. ليه؟ لان هي جوه عامله زي الكافيرنس، شفتوا الكافيرنس ساينس كده اللي هي فيها فتحات واوض، فبالتالي بقى اسمها كوربورا كافيرنوزا. واللي في الوش دي اللي هي الكوربس سبونجيوزا، ودي واحده بس بقول عليها كوربس عشان هي واحده، كوربس سبونجيوزا. الكوربس سبونجيوزا دي برضو هي اوض، بس الاكتر اللي في النص الاقي فيها مين؟ الاقي فيها البينايل يوريترا. اهي شايفين الفتحه دي؟ البينايل يوريترا. يبقى احنا كده عرفنا مكان البينايل يوريترا. يبقى هي عباره عن ثلاثه سلندرز، تو دورزل كوربورا كافيرنوزا، وان فنترال كوربس سبونجيوزا. الثلاثه سلندرز دول موجودين جوه فايبرس كبسول، اهو شايفين؟ تحسوا ان في كبسول لافف عليهم الثلاثه، وكل واحده منهم عندها كمان تيونيكا البيوجينيا اللي هي الكبسول. لا، كل واحده عندها تيونيكا البيوجينيا والثلاثه فايبرس كبسول محوط بيهم كلهم. طيب ايه بقى الكوربورا كافيرنوزا والكوربس سبونجيوزا؟ دول يا بنات بنقول عليهم اريكتايل. هو استنى، هي ايه وظيفه الوظيفه الرئيسيه بتاعت البينس ايه؟ ها؟ اريكشن. إريكشن عشان يقدر يعمل إيجاكيوليشن. الأساسي إريكشن. طيب وإيه اللي يخليه إريكتد؟ المسلز. الكهرباء. البلاد فلو. طيب وهو مش هيفضل إريكتد طول حياته يعني، تمام؟ هو بيبقى إريكتد فقط في
في وقت السكشوال اكسايتيشن صح عشان يقدر يعمل ايجاكوليشن. يقوم يحصل ايه بقى؟ الكربوره دي اوض فاضيه يا بنات وفيها البلاد فيسل تمام. وقت الاريكشن بيزيد البلاد جدا فبيملى الاوض دي كل الاوض دي تتغرق بالبلاد وبالتالي يحصل الاريكشن. فهمتوا؟ عشان كده قلنا ان كل التيشو ده بتاع الثلاثه كربوره بنقول عليه اريكتايل تيشو. اريكتايل تيشو طب هو عباره عن ايه؟ عباره عن فاسكولار سبيسز، اوض في الوقت العادي هي اوض فاضيه، في الوقت الايجاكيوليشن بتتعبى بالبلد وتعمل اريكشن. فهمنا؟ يبقى هي كافيرنس ساينس لايند باي اندوثيليم. يبقى الاوض دي عباره عن فاسكولار سبيسز وبالتالي هي متغطيه بايه؟ باندوثيليم اللي هو سمبل سكويمس ابيثيليم. طيب البادي اوف ذا بينس كفرد باي بيجمنتد سكين. اه مهم قوي بقى ان كل البينس متغطي بسكين، علشان الشريحه بتاعتنا لما نيجي نشوفه تحت الميكروسكوب بتطلع دايره والدايره فيها ثلاث دوائر. من احد الحاجات المهمه ان انا اتاكد ان الدايره اللي بره دي ده مش كبسول، ده سكين. يعني ايه؟ يعني ابيديرمس وديرمس، لا ده هيري كمان سكين، يعني في كمان هير فوليكلز. فبالتالي من ضمن الحاجات اللي مميزه لانه مفيش حاجه في جسمنا ثانيه، مفيش اي حاجه في جسمنا ثانيه داير مندور حواليها سكين. يعني حتى لما باخد سكشن من الاير بينا ولا سكشن من الاي ليد بيبقى السكين في ناحيه واحده، الاير بينا بيبقى كده وكده بس وفي النص يعني مختلف. فده الحاجه المميزه فعلا ليه انه في سكين حواليه داير مندور. هاز نو سبكوتينوس فات. اكيد طبعا يعني انا مش هتقله ان انا احط له فات، فبالتالي لازم اخليه خفيف عشان يقدر يتحرك وبالتالي بشيل السبكوتينوس فات. الكوربس سبونجيوزم ده اللي هو بتعدي فيه البناي يوريترا في النص في السنتر بتاعه ودوت ديستالي انتس ديستالي ان انلارجد بورشن بسميها الجلانس بينس اهي. يعني الدايمتر بتاعه بيزيد شويه على التب بتاعه البينس ويعمل لي حاجه اسمها جلانس بينس، والجلانس بينس دي تتغطى بفولد اوف سكين اللي هو البريبيوز اللي هو يا بنات عارفين انتوا السيركم سيشن بتاعت الولاد بياخدوا الجلد ازاي ده ويقصوه تمام في الحته دي في المنطقه دي. وان ان انديفيدوال اس سيركم سايز اهو ده بريبيوز اس ريموف، اشيل انا البريبيوز ده واشيل. ودي حاجه مهمه جدا طبعا عندنا دينيا خلاص، وحاجه كمان علميا علشان تقلل من الكانسر سيرفكس. الناس اللي هم مش بيبقوا عاملين السيركم سيشن دول دايما البارتنرز بتاعتهم بيجي لهم سيرفايكال كارسينوم اللي هي كانسر سيرفكس. ماشي يا بنات؟ فدي حاجه مهمه. ده منظره اهو اثنين دايما سكين، شايفين السكين معرج ازاي؟ كل العروجه دي بتاعت هير فوليكلز، هير فوليكل داخله لجوه. ادخل بقى الاقي فيه اثنين كربوره كابنوزم واحده كوربس سبونجيوزم في وسطها، شايفين اللي في الوسط دي الفتحه دي هي مين؟ اليوريثرا، بنايل يوريثرا. وهنا كل ده بقول عليه الريكتايل تيشو. ياه اخيرا.